حضراتكم كل شويه بستار ونجم مختلف من على ريد كاربت السجاده الحمراء في مهرجان جون السينمائي في دورته الثانيه. خلوني ارحب بالفنانه نجمه دينا شربيني. دينا اهلا بيكي على السي بي سي. اهلا بيكي، عامله ايه؟ تمام. دينا عايزه اكلمك عن المهرجان وعايزه اكلمك على اغنيه جديده. يعني ما ينفعش نقول اغنيه عشان مبدئيا صوتي وحش جدا، بس هي لما تشوفيها يعني هي مش اغنيه، واحنا هي حاجه معموله سبيشالي لجونا، وكانت فكره حلوه ان احنا نقدم اي حاجه صغيره للمهرجان لان بجد هو يستحق، وانا فخوره قوي ان انا شايفه حاجه كده في مصر. في كلام كان عن مشاركتك في لص بغداد مع محمد امام، كلميني وصلتوا لفين في المشروع؟ لسه بقرا، وبعدين ده كان صيف فكان اجازه ومحمد كان بيتجوز وعارفه، فلسه ان شاء الله هو باذن الله بس لسه يعني لسه في مرحله القرايه. بطولة مطلقة مليكة في رمضان 2018، ايه بعد كده لدينا في الدراما؟ يا مامي مش عارفة، لسه بقرا كذا. كان في على السوشيال ميديا كلام انه في مليكة 2. بصي هو ده كان اقتراح، ده حقيقي، وبعدين لسه ما اتكتبش ولا حاجة، بس كانت فكرة لانه يستحمل ان يبقى في بارت 2. وبعدين جالي كذا سيناريو تاني، فلسه يعني I'm not sure اللي هيتعمل، بس most probably مش مليكة 2. لا دينا شربيني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على سي بي سي. You're gorgeous. Thank you دينا، اشكرك. Thank you حبيبتي. Bye bye.